قبل أيام قليلة توفي أحد أصدقائي، فذهبت إلى المقبرة لحضور جنازته. رأيت أحد أبنائه وهو يخرج من المقبرة محمولا على الأكتاف كمدا وحزنا على أبي. طبيعي ولا مو طبيعي؟ أكيد طبيعي. في اليوم الثاني للعزاء ذهبت إلى العزاء، فرأيت ذات الابن الذي خرج من المقبرة محمولا على الأكتاف يضحك ملء شدقيه. طبيعي ولا مو طبيعي؟ طبيعي، لا حزن يدوم ولا رخاء. اللي مو طبيعي أن الذي في القبر كان يجهل هذه الحقيقة، لو كان يعلمها لما أفنى ثانية واحدة من حياته في سبيل إرضاء أحد إلا الله. وقبل أيام كذلك كنت في زيارة أحد أصدقائي. Likey.